انا من قبل ما كانش عندي فيسبوك 2017 كي تخرجت درت فيسبوك بموقعي كطبيب لي زامي دونك 99% لي زامي سون ميدسان يدوا لي زافي تاعنا دروك الناس ومن بعد عرفت باللي هذا سبيسياليتي هذا سبيسياليتي راهي كاينه اي كاينه في شلف بدات الناس تتصل بينا كي بدات تتصل بينا يا هل ترى يتصل بيا زميل ولا يتصل قال عندي مريض انا مانيش عارف من وادره ولا من عند الاخر واش نقول له نقولوا مات ردوا عجباتو الخدمه تاعنا هنا مرحبا به في اي وقت انا طبيب لا غير وكي يكون عندي لي موايان نديرو كي ما يكونش عندي الله غالب يلا روح للجزائر ولا روح للوهران ولا روح ليدا اللي عجباتو هو الطبيب تزيد نزيدكم حاجه في من اخلاقيات المهنه اون با لو دروا ما نقدروش نفرضوا على مريض تقول له روح عند الطبيب الخاص ولا روح عند الطبيب العام هو حريه الاختيار نعتقد هذا اللي قالها نقدر نتابعه قضائيا اسكو هذه محاوله تشويه للسمعه تاعي هذه محاوله خطيره جدا تشويه باللي انا نخلص على الامارات قال باللي انت وقيلا قال طلعت سمعت هاك باللي وقيلا انت تخلص وقيلا وكيفاش ويخلص عليهم هذه نظن باللي انا هذه كلمه هذه محاوله تشويه للسمعه تاعي ما يخص التوقيف تاعي مره يقول لك الاسباب الاطباء داروا بك رابور مره يقول لك باللي صال دو كاتيتيريزم ابغي تقتحمها مره يقول لك باللي اسباب اخلاقيه هذه الاسباب الاخلاقيه انا ماذا بي يقولوا لي ساشون كو هذه الاسباب الاخلاقيه انا لم ابلغ بها في المقرر تاع التوقيف ما جا ما كتبوليش انا كتبوا ما كتبوليش باللي ودي باسباب نظرا لاسباب اخلاقيه انت وقفنا لا حاجه ما كاش منها وطبيب انا طالبت باش نخدم في قاعه القسطره شوف اش صرالي طالبت يا جماعه انا نطالب باش نخدم اني اطالب بالعمل انا مانيش نطالب بحاجه واحده اخرى ما قلتش اعطوني سكن ولا اعطوني سياره ولا انا قلت نخدم الا إيه ماكش باغينا نخدموا خلينا نهاجروا كاع من هذا البلاد نروحوا كاع نهربوا كاع كاريمو قولوا هنا بكل صراحه قال ودي طبيب ماناش مخلينك ما ديروناش هذا بلا سون باسي كيما يقول لك هذا لي بروسيدير وهذا الاجراءات وهذا هذا الشيء اللي صار انا كطبيب في المستشفى تقدمت في تقارير لمصلحه المريض تقارير على لاسبسي ليجيان شروط النظافه تقارير كاين اشياء انا ما نقدرش نقولهم هنا ولكن كي نقولوا يفهمهم تقدم تبعيد تقارير ولكن ما كانش عليا الرد لما طبيب مختص يقوم بتقارير وما يكون حتى رد ولا حتى اجراءات ما نسموهاش باللي هذا تقصير في حقي انا